بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. اليوم هندرس موضوع يعتبر من اهم النقط اللي هندرسها في نقاط الخلاف بيننا وبين الخلق الدنيين. المرة اللي فاتت درسنا الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي في المفهوم الأرثوذكسي. النهاردة هندرس الاتحاد الطبيعي والأقنومي في المفهوم الخلقدوني. احنا مفهومنا الأرثوذكسي ثابت لم يتغير على مدى القرون والعصور، نفس تعريفات الآباء هي هي، نفس المفهوم هو هو، لم يتغير قط. عشان كده لما كنا بنشرح كان هي نفس الفكرة وبنستشهد بيها والبرهنتها بآبائنا على مر العصور، ابتداء من الآباء الأوائل البابا أثناسيوس والبابا كيرلس والبابا ديوسكوروس، وبعديهم القديس ساويرس الأنطاكي والقديس، وقبل القديس ساويرس البابا تيموساوس 26 والقديس فيليكسينوس والآباء المعاصرين، ومشينا في رحلة على مر التاريخ استشهدنا بكتابات آباء القرون الوسطى حتى وصلنا إلى عصرنا هذا واستشهدنا بآباء لغاية النص الأول من القرن العشرين. نفس التعريف هو هو، نفس المفهوم هو هو. عشان كده كان الموضوع سهل وسلس، غير ان ابائنا فكرهم واضح ومحدد ومباشر. كتابي ابائي اكتر منه فلسفي، يميل شرحهم للتوضيح والوضوح مش الابهام والغموض. لكن النهاردة لما هندرس مش هقدر اقول المفهوم الخلقدوني ايه مرة واحدة، ولكن هندرس مراحل تطور الفكر الخلقدوني فيما يخص الاتحاد الطبيعي والاقنومي، لان الشرح والمفهوم والتعريفات تطورت. عشان نقدر نفهم الموضوع ده كويس هنستعين بحاجات قلناها في أول محاضرة اللي هي المحاضرة التمهيدية في هذا الموضوع، واللي هنقوله ده بيجاوب السؤال هم ليه بيقولوا كده، ليه فهمهم ماشي بالطريقة دهيت. لو تتذكروا قلنا ان كان في مدرستين كبار في العالم المسيحي زمان، اقدم مدرسة واقوى مدرسة
كانت مدرسة الإسكندرية، يقابلها مدرسة عريقة وقديمة وقوية، مدرسة أنطاكيا. مدرسة الإسكندرية كانت متأثرة يمكن بفلسفة أفلاطون، الفكر المصري القديم اللي هو بيعيش في الاعتناق بالميتافيزيقي، بما وراء الطبيعة. وقلنا إن شعبنا الشعب الوحيد اللي برع في العلوم الروحية واللاهوتية والعلوم التجريبية أيضا، سواء في الطب أو الهندسة، التحنيط، الكيمياء. طبيعة شعبنا يميل إلى هذا، وبالتالي لما دخلوا الإيمان، طبعا الإيمان المسيحي يعتبر ميتافيزيقي، بيتكلم في عالم الروح، فكانوا مهيئين فكريا وذهنيا للتعامل مع الأمور الروحية، وتعاملوا مع الأمور اللاهوتية باتضاع. أما فكروا فيها ما فكروش بنفس المنهج التجريبي زي ما بيفكروا في الفيزياء والكيمياء والهندسة والحسابيات، لا، المقاييس مقاييس أخرى، ما هيش مقاييس حسية ولا براهين حسابية. أما جم يتكلموا عن الاتحاد، قالوا سر الاتحاد، ويوصفوا الاتحاد غير المدرك غير الموصوف. فكان في اتضاع ذهني، يخضعوا قلوبهم وأذهانهم للحقائق الكتابية والمسلمات الكتابية التي لا تتعارض مع العقل والمنطق، ولكن تسمو فوق العقل، لا تحسب ولا تقاس بالمقاييس الحسية والفيزيقية والحسابية. مدرسة أنطاكيا متأثرة بأرسطو، اللي هو الفلسفة الواقعية اللي تعتمد على التجريب والفحص والقياس بمقاييس مادية حسية. المنهج بتاع مدرسة أنطاكيا المتأثر بفكر أرسطو يصلح جدا ومناسب في العلوم الطبيعية والتجريبية، وهذا الفكر تبناه الغرب أيضا، عشان كده ليهم ممكن برعوا في العلوم الفيزيقية والكيميائية والهندسية، العلوم التجريبية كلها برعوا فيها. لكن للأسف لما جم يتناولوا القضايا اللاهوتية ولهم هذه المنهجية والخلفية والعقلية، معرفوش يميزوا، فحاولوا يخضعوا الأمور اللاهوتية لمقاييس العقل المحسوسة والملموسة، فعشان كده وقعوا في هرطقات كتير. حتى ان احد اللاهوتيين التابعين لمدرسة أنطاكيا نفسها لقب أرسطو بأنه ابو الهراطقة،
أبائنا لما جم يفهموا الاتحاد الطبيعي، الاتحاد الأقنومي أو اتحاد اللاهوت بالناسوت، قالوا سر الاتحاد أو الاتحاد غير الموصوف، حاولوا ادوا تشبيهات للتوضيح والتقريب بقدر الإمكان، لكن مش متطابقة 100%، مجرد لتقريب الفكرة. فشبهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت زي اتحاد الروح بالجسد في الطبيعة البشرية. شوفوا احنا دلوقتي كام قرن منذ الخليقة، آلاف السنين، والعلم تقدم في كل المجالات، ولكن إلى يومنا هذا محدش يقدر يدرك ويفسر كيفية اتحاد الروح بالجسد. مين يعرف؟ حقيقة موجودة، مظاهرها واضحة، لكن كنهاها ايه، ماهيتها ايه، ازاي، ما نعرفش. فقالوا اتحاد اللاهوت بالناسوت شبيه بهذا، وادوا تشبيه اخر بالحديد المحمى بالنار او بالفحم المشتعل. ازاي يبقى قطعة الحديد او الفحم متحدة بالنار وتجمع خصائص النار والحديد او الفحم في آن واحد بصورة ما نقدرش نفصلها؟ لا الحديد اتحول لنار او فقد خواصه من كتلة ووزن وحجم، ولا النار فقدت خواصها من التوهج والإحراق والحرارة المنبعثة. تشبيهات أبائنا ادوها، لكن انحنوا أمام الإعلانات الإلهية في الكتاب المقدس التي تشهد بهذا الاتحاد ووحدانية طبيعة وشخص السيد المسيح. كان يتكلم أنا دي كانت تشمل اللاهوت والناسوت، أنا والآب واحد. طب احنا عارفين ان هو مش واحد في الأقنوم، لكن هو واحد مع الآب فين؟ في الجوهر. طب لما قال أنا كان بالناسوت ولا من غير الناسوت؟ فكل الإعلانات الإلهية الكتابية بتتكلم عن واحد، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. طب ازاي وانت على الارض بقى في وحدانية؟ شكلها ايه، كيفيتها، ما نعرفش. وزي ما شرحنا ما قاله الاباء في المرات السابقة، قالوا بان في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي بين اللاهوت والناسوت، واستمر هذا الفكر حتى يومنا هذا باستقرار ووضوح. اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لم تتلاشى الصفات، زي ما القديس ساويرس قال ممكن نميز الصفات لكن ما نميزش الطبائع. قديس كيرلس لما حب يوصف الاتحاد
فلأن الناسوت لم يكن له وجود قبل الاتحاد، ولكن وجد في الاتحاد طبيعيا وأكنوميا. فلما جاي يشرح الاتحاد قال محتاج أو محتاجين عيون الذهن نتأمل كيف تم الاتحاد، لأن ما كانش في زمن الطبيعة الناسوتية لوحدها والطبيعة اللاهوتية لوحدها، فهو بعيون الذهن بيتخيل كيف تم الاتحاد في اللا زمن، وهو بيشرح ميز قال من طبيعتين، الطبيعتين اتحدوا، اتحدوا في وقت ايه؟ في لا زمن. فميز بعيون الذهن الطبيعتين كيف اتحدوا ذهنيا، لكن هذا التمييز يقف تماما بمجرد ذكر الاتحاد. مجرد تم الاتحاد الذهن ما يميزهمش تاني خلاص. عشان كده برضو يعني في يقولوا احنا نميز ذهنيا بس، لا، الذهن بيميز. القديس كيرلس قال لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد، طب نقدر نميز ايه بعد كده؟ الصفات ممكن مميزة، صفات الناسوتية واضحة والصفات اللاهوتية واضحة، لكن كل الصفات تخص الطبيعة الواحدة للإله المتجسد أو المتأنس. أنا معلش استطردت بعيد تاني اللي بقوله عشان الأمور تبقى واضحة لألا يكون هناك لبس عند أحد. بتوع مدرسة أنطاكيا المتأثرين بفكر وفلسفة أرسطو، في قاعدة أو منهج عند أرسطو في الاتحاد، قالوا ما ينفعش كامل مع كامل يتحد. وأنا شرحت لكم قبل كده بيفسروها زي كأن اتحاد كيميائي، في حد بتاع كيمياء طبعا حد يعني الاتحاد بين العناصر بيتم ازاي؟ لما يكون في ذرة ناقصة الكترون او في الكترون في المدار الخارجي، فذرتين يكملوا بعض، بحيث يبقى لازم المدار الخارجي فيه كم ذرة، كم الكترون؟ 8. فلو واحدة فيها ذرة في المدار الخارجي واحدة المدار الخارجي 7، يتحدوا مع بعض يكونوا مدار خارجي ويبقى فيه اتحاد كامل مع كامل، ما يبقاش في حالة نشطة ما يبقاش فيه اتحاد. فللأسف الفكر ده أنا ساعتها قلت لكم لو فهمتوه وخليكم فاكرينه عشان بيه هنقدر نفهم هما الفكر الخلقدوني ماشي ازاي. طبعا الكنيسة كلها منذ بدء المسيحية تتكلم عن المسيح واحد، هو الإله المتأنس أو المتجسد، طبيعة واحدة، أقنوم واحد، لكن طبيعة مركبة وأقنوم مركب، لأن هو الإله المتجسد أو الإله المتأنس. اتحدوا إزاي؟ قالوا بطريقة لا يعلمها إلا الله وحده، ده سر الاتحاد. لما نبقى احنا نعرف روحنا متحدة بجسدنا ازاي ونتشطر ونعرف،
نبقى نفهم اللاهوت اتحد بالناسوت ازاي. لكن الاتحاد قائم موجود والكل رآه في شخص السيد المسيح. أبائنا شرحوه بطريقة روحانية فيها خشوع وخضوع للمسلمات والمعطيات الكتابية والأبائية. في مدرسة أنطاكيا بحسب الخلفية والمنهج اللي مشوا بيه، لا عايزين يفهموها بالأسلوب التجريبي. تعرفين في اختلاف حتى في منهج التفسير الكتاب المقدس بين مدرسة الإسكندرية اللي هي تميل للتفسير الرمزي، تشمل الرمزي والتاريخي والحرفي، فأنطاكيا لا يميلوا للتفسير التاريخي المباشر الحرفي، فحبوا يخضعوا هذا الأمر. فجي أبوليناريوس قال إن المسيح واحد وطبيعته واحدة وفي اتحاد بين اللاهوت والناسوت. كويس قوي لما يقول كده، كويس ايه قوي. لكن لما يجي يشرح بقى يلخبط الدنيا خالص. احنا ابانا قلنا ادوا امثله واضحه زي الروح والجسد، للروح صفاتها اتغيرت وللجسد، ونفس الوضع بالنسبه للفحم والنار. لكن هو قال طب لو الطبيعه اللاهوتيه اتحدت مع الطبيعه الناسوتيه، اللاهوت كامل والناسوت كامل، هيتحدوا ازاي؟ يبقى مفيش اتحاد. طب عشان يتحدوا لازم يبقى ايه؟ في حاجه ناقصه. طبعا مش هيجرؤ يقول ان اللاهوت ناقص، فهيتشطر على ايه؟ على الناسوت. فقال بس يبقى اذا كانت الطبيعه الناسوتيه تتكون من روح وجسد، فباتحاد اللاهوت بالناسوت اللاهوت حل محل الروح الانسانيه، اللي هو تحل محل الروح الايه؟ الانسانية. وكان رابط حتى الاقنوم ربطه بالروح اكتر، رابط الاقنوم بالروح اكتر. فطبعا الفكر ده لما وصل لاباء الكنيسة رفضوه، واتحكم على هذا الفكر وعلى أبوليناريوس بالحرب، واعتبر هذا الأمر بدعة، لأن يبقى اللي خلص مش الإنسان، الإنسان روح وجسد. المسيح جاي خلصنا كلنا، اللي ما اتخدش اللي ما خدوش مش هيخلص. وصار معروف ان هذا الامر بدعة وهرطقة، واكدوا ان السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. معلش الكلام ده احنا قلناه، مضطر اقوله تاني بسرعة. هحاول اجري شوية مش بالتفصيل، لكن احيانا باخشى ان يكون في سوء فهم ولبس، فعشان كده بوضح أكتر. فأصبح في تأكيد أن السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، فمحدش يقدر يفاصل في الموضوع ده دلوقتي. وبدأوا هجوم على البدعة بتاعت أبوليناريوس. طبعاً أباء كنيستنا لما رفضوا بدعة أبوليناريوس رفضوها، قال الناسوت ناقص،
لكن احنا بالنسبة لنا ما فيش مشكلة في الاتحاد، لان ما عندناش الفكر الفلسفي ان كامل مع كامل، ما ينفعش. بتوع مدرسة انطاكيا اقروا المسيح كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتو. لما هيجوا يشرحوا بقى كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت، ده كامل وده كامل، يبقى بقى مش اتحاد، ده نوع من الالتصاق او المصاحبة او المرافقة او الالتحام. وده اللي شرح بيه كده أساتذة مدرسة أنطاكيا، لكن اللي كشفهم وأظهرهم نسطور لما بقي بطرك. فقال إن السيد المسيح كامل في لاهوته روح وجسد، والناسوت كامل، طبيعة ناسوتية كاملة وأقنوم ناسوتي كامل. فاللي حصل في اتحاد خارجي اللي هو ايه، جاب المصطلح اليوناني اللي هو بروسوبون، اللي هو وجه او قناع او شكل خارجي او اتحاد ادبي. فقال السيد المسيح بروسوبون واحد، هيئته من بره كده ايه، لكن من جوه إله وإنسان. هو إله وإنسان، الاتحاد اتحاد خارجي. احنا خدنا الحاجات دي قبل كده طبعا. مين تصدى لي؟ البابا كيرلس، وانتوا عارفين الحكاية كلها مش هعيدها تاني. البابا كيرلس حط البنود الاتناشر اللي اتكلمنا عليها كتير، وقال في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي. ونصور قال ان ما يصحش ان نقول العذراء والدة الاله لانها مش مصدر اللاهوت. طب ما احنا عارفين ان العذراء ما هيش مصدر اللاهوت، لكن الناسوت منها نعم، لكن اتولد وهو متحد باللاهوت. فاللي ولدته بقى اتولدت مين؟ الاله المتأنس. والاباء ادوا توضيح، قالوا طب ما الروح الانسانيه مش من الام برضو ولا الاب، ربنا بيخلقها، لكن لما الانسان بيتولد روحه في جسده فبيبقى هو كله على نفسه، بيبقى ولدته كله. حاجات مش عايدها كتير. طبعا اتحكم على هذا الفكر في مجمع افسس، لكن في مقاومة شديدة من مدرسة انطاكيا، وكان يتزعم هذه المقاومة سؤدوريتوس اللي هو القزن بتاع نصور، وبيستخدم او بطريقة انطاكيا كانوا شبه تابعين لفكر سؤدوريتوس، ولهم نفس الفكرة ايضا، بس اللي بدرجة كبيرة سؤدوريتوس. وعارفين بعد كده الادعاء الخاص بالمصالحة، مش هعيده تاني، ممكن نفرد له محاضرة مركزة شوية تاني، ان حاولوا ينسبوا للبابا كيرلس ان قال المسيح فيه طبعتين، وانه عدل فكره بخصوص البنود الاتناشر. وبسبب الادعاء دوت
بعد نياحة البابا كيرلس حبوا يقروا هذا الادعاء ويدوا له صفة قانونية، فحكموا أوطاخي، لأن من خلال محاكمة أوطاخي يقروا ويقننوا الادعاء الخاص بمصالحة 433. وجي مجمع أفسس 449 انتصر لفكر الإسكندرية ورفض الادعاء الخاص بمصالحة 433. الأمور اتغيرت طبعا في مجمع خلقدونيا. أنا مش هعيد الجانب التاريخي، أنا بس يعني بحاول نعرف ماشيين فين عشان الخطوات ماشية بالتدرج ما نسرحش. جه في خلق دنيا قالوا تحديدات الإيمان، الخلاصة يعني إن المسيح أقنوم واحد، في طبيعتين، في فعلين، في مشيئتين. دي كان أول مرحلة من مراحل الفكر الخلقدوني. قبل ما هنتطرق ليها شوية، هنجيب بعض اقتباسات من المصادر الخلقدونية تظهر أثر فلسفة أرسطو في فهم الاتحاد، لأن في أحيانا الناس يقولوا أنت جبت الكلام ده منين؟ إحنا بندعي على حد؟ لا، ما بندعيش. عشان كده رغم أن الفكرة واضحة هجيب بعض الاقتباسات اللي تظهر أثر الفلسفة بتاعت مدرسة أنطاكيا على الفهم الخاص بالتجسد الإلهي. في كتاب سر التدبير الإلهي يقول إيه؟ إن الأنطاقيين وأبوليناريوس اللاذقي، كان أسقف اللاذقية، هو كانوا يلتقون في أرسطوياتهم. صح، أبوليناريوس عكس نسطور، لكن الاتنين بيحكمهم ايه؟ مرجعية واحدة. واحد قالت في اتحاد فلغى الروح من الناسوت، واحد قال لا كامل بس برضو لازم كامل مع كامل ما يتحدش، فبقى اتحاد خارجي اللي هو نسطور. فبيقول انطلقوا جميعا من قول أرسطو باستحالة اتحاد كاملين. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، مش أنا اللي بقوله. انطلقوا جميعا من قول أرسطو باستحالة اتحاد كاملين. حل المعضلة أبوليناريوس فقال بالبتر، أي أن يسوع لم يأخذ روحا بشريا. وحلها الأنطاقيون بالتطرف في التمييز بين الطبيعتين حتى صار الاتحاد أدبيا. مش أنا اللي بشرح هنا، خلي بالك. في موقع آخر لنفس المؤلف يقول لكن سرعان ما انصرف اللاهوتيون إلى طرح نوعية الاتحاد بين جوهر يسوع الإلهي وجوهره البشري في أنطاكيا. على ما يرى دالس
جرى التأكيد على تمامية الطبيعتين. رئيس المدرسة الأنطاقية هو ديودوروس المعروف بأسقف طرسوس في كيليكية، تلميذه سيودوروس أسقف المصيصة، ذهب في الأمر إلى نهايته تقريبا، فصارت العلاقة بين الطبيعتين أدبية. جاء الرد من أبوليناريوس اللاذقي في العام 352 وربما في العام 360. انطلق من أرسطو فقال إن اتحاد الكاملين مستحيل، فيسوع إذن لم يأخذ طبيعة إنسانية كاملة، والروح هو النبرة العليا في الإنسان. لدى فلاسفة اليونان لم يأخذ يسوع روحا، لأن كلمة الله حل محله، ولذلك ليسوع طبيعة واحدة. أبوليناريوس موحد من البداية حتى النهاية، طبيعة واحدة، أقنوم واحد، شخص واحد، مشيئة واحدة، فعل واحد، بس غير اللي احنا بنقوله خالص. عشان كده هو نفسه المؤلف يقول انزعج صحبه أثناسيوس وباسيليوس والغرغرسيان، القديس غرغوريوس وغرغوريوس يعني، من موقفه في الإسكندرية. في الإسكندرية تعرض المجمع المنعقد في عام 362، فاكرين المجمع ده اللي حصل فيه ايه؟ المصطلحات برئاسة البابا أثناسيوس للموضوع، ربما حوالي 370. أثناسيوس كتب رسالة إلى أسقف كورنثوس ببلاد اليونان يفند فيها ألوان من البدع تدخل فيها بدعة أبوليناريوس وبدعة خصومه، وانبرى الغرغوريوسان لمحاربته برجولة ومتانة. خلي بالكو هنا هم نفسهم بيشهدوا إن كان البابا أثناسيوس متيقظ لبدعة أبوليناريوس من البداية واتحكم عليها، كنيستنا حكمت عليها. عشان كده بعد كده اما بنقول طبعا أبوليناريين، طب في فرق. فبالرجوع الى ما قلناه في المقدمة العامة بخصوص تأثر مدرسة أنطاكيا بأرسطو وتبنيهم فكره بخصوص استحالة اتحاد كامل مع كامل، استمر هذا المفهوم معهم الى النهاية حتى يومنا هذا، وهو ما يفسر لنا كل مراحل تطور فكرهم الكريستولوجي على مدى التاريخ. خلي بالكوا هتشوفوا هيمشي ازاي، كله هيبقى متأثر بالخلفية دايت. مرجع آخر، الله في اللاهوت المسيح، بيقول إنما غال الأنطاقيون فركزوا على تمامية الطبيعتين الإلهية والإنسانية فأوهنوا الاتحاد بينهما. كل ما يقولوا طبائع كاملة يبقى الاتحاد ايه؟ مفيش. هناك اليوم من يقول ان أبوليناريوس كان ردا على تطرف الانطاقيين، والله اعلم. الممثل الاكبر للمدرسة الانطاقية المنحرفة هو سيودوروس اسقف المصيصة، لم يفتضح في حياته، الا ان تلميذه نستوريوس اسقف القسطنطينية غالى جدا فافتضح أمره، إذ أوهن جدا الاتحاد بين الطبيعتين وأخذ لفظة شخص اليونانية اللي هي البروسوبون بمعناها الحرفي القديم لا بمعناها اللاهوتي. هو هنا طبعا اللي بيقول الخلقدونيين، لأن في خلقدونيا استخدموا التعبير دوت. يرد عليه كورولوس الإسكندري قائلا بطبيعة واحدة، يعني هم منهم فيهم بيشهدوا ان ابائنا قالوا بالطبيعة الواحدة، عشان بيرجعوا يقولوا ده القديس كورولوس قال بالطبيعتين. في موقع اخر يقول رجال البدع حولوا فهم المسيحية على ضوء العقل،
وأرسطو اليوناني اللي هو قلنا عايزين يخضعوا المفاهيم اللاهوتية أو الحقائق اللاهوتية للعقل. الكبدوقيون وكل أندادهم من محاربي البدع رفضوا أن يكون أرسطو حكما في أمور الدين، وأن ينزلوا الدين الملهم إلى مستوى المعادلات الرياضية. مين اللي بيقول كده؟ مش أنا، منهم فيهم يعني. الدين إيمان بالإلهيات الفائقة العقل لا عقلانية. يوحنا الدمشقي قال إن أرسطو هو أبو الهراطقة، مع إن يوحنا الدمشقي تبعه. يوحنا الدمشقي خلقدوني طبعا، وله نفس المنهج في الفكر. قال إن أرسطو هو أبو الهراطقة. غرغوريوس اللاهوتي اتهم صديقه القديم أبوليناريوس اللاذقي بالأرسطوية. جان ميندروف لاهوتي أرثوذكسي معاصر اتهم سيؤذوروس المصيصة وتلميذه نستوريوس بأنهم حاول إعطاء تفسير عقلاني للتجسد الإلهي. داليس اتهمهم جميعا بالأرسطوية. رفض نستوريوس إذن أمومة العذراء لله، وفصل بين طبيعتي المسيح. هرطوقي كبير اللي هم اللي بيقولوا كده على ايه؟ نستور. دخلنا احنا دلوقتي في مرحلة خلق دنيا. قلنا المرحلة الاولى في خلق دنيا حسب تحديدات الايمان، قالوا المسيح اقنوم واحد، طبيعتين، فعلين، مشيئتين. وحددوا من البداية معنى المصطلحات. قالوا المقصود بالأقنوم الواحد البروسوبون. ومين اللي وقف وفسر إيمان خلق دنيا في وسط المجمع؟ سودوريتوس اللي هو كان يعتبر القائد الفعلي لمجمع خلق دنيا. قال نقصد بالأقنوم الواحد البروسوبون. وكان ده بداية التلاعب بالمصطلحات، فقالوا أقنوم واحد، طبيعتين، فعلين، مشيئتين. طب نصور كان بيقول ايه؟ بروسوب واحد، طبيعتين، اقنومين. طيب الكلام ده قلناه قبل كده، هنقوله تاني. هم قالوا يقصدوا بالاقنوم الايه؟ البروسوب. طيب اما يقولوا اقنوم واحد يساوي، ممكن نشيل ونحط ايه؟ بروسوب واحد. يبقى في اول خانة خلق دنيا زي نسطور، بروسوب بروسوب. الخانة التانية طبيعتين، نسطور قال طبيعتين، خلق دنيا قالوا ايه؟ طبيعتين. الخانة التالتة هما لعبوا بقى، جابوا الأقنوم بره وما جابوش سيرة الأقانيم تاني، قالوا فعلين ومشيئتين حسب تعريفات الآباء وفهم الكنيسة وآبائنا. الفعل والمشيئة من الخصائص الطبيعية ولا الأقنومية؟ الأقنومية. طب طالما فعلين ومشيئتين ممكن نشيلهم ونحط ايه؟ أقنومين. فقالوا يبقى انت عملتوا ايه؟ فكر نسطوري. حتى نسطوري نسطور ساعتها قبل ما يموت قالوا ما الحكموا علي ليه؟ بنفس الايه؟ الفكر. وعشان كده قامت هوجة كبيرة
على خلق دنيا والكنائس على مدى طويل في عهد باسيليسكوس وعهد أناستاسيوس، كلهم رجعوا للإيمان الأرثوذكسي واعتبروا أن خلق دنيا هي النصرية. بيقول في كتاب سر التدبير الإلهي: لما اشتدت وطأة الخلافات بعد مجمع نيقيا، كان من حظ أبوليناريوس أسقف لاذقية سوريا أن حرف الأنظار إلى الحديث عن اتحاد الطبيعتين في يسوع المسيح، فشحذ اللاهوتيون قرائحهم. فقد تنبه أبوليناريوس إلى أن وجود إنسان تام بدون شخص أو أقنوم مستحيل، فبتر الطبيعة البشرية في يسوع وقال إنها بلا روح ردا على مدرسة أنطاكي، فأكدت بشدة على استقلال الطبيعتين وتماميتهما. فأغرق ثيودوروس أسقف المصيصة ونسطور في ذلك حتى صار الاتحاد سطحيا، إذ يستحيل الالتصاق التام بين أقنومين. شوف ما يقولش اتحاد، نوع من الايه؟ الالتصاق. فتوهمت النصرية شخص اتحاد، اللي هو حاجة أدبية معنوية، اللي هو البروسوبن، يحقق نوعا من الألفة. يقول شعر الأرثوذكس بشيء مماثل، هو بيقول على الأرثوذكس، يقصد الخلقدونيين يعني، ولكن الخلاص لا يتم إلا في وحدة الابن يسوع، فألحوا على الوحدة وثنائية الطبيعتين. احنا طالما كلمة بروسوبن دي بتتعب، خلاص أقنوم واحد. انتوا مش عاجبكم ان هو بيقول اقنومين، هو اقنوم ايه؟ واحد. وثنائيه الطبيعتين، واكد المجمع الخلقدوني وجود اقنوم او شخص، اقنوم او شخص او بروسوبد يعني، في يسوع، ونوه بوجود طبيعتين فيه، ولكنه حدد شكل الاتحاد بعبارات سلبيه لا ايجابيه. قال انهما متحدتان بلا اختلاط وبلا تغيير، وهكذا يعني. مين اللي بيقول كده؟ كاتب خلقدوني. ابائنا بداوا يردوا في مخطوط مناره الاقداس من مخطوطات كندير الانبا بشوي، بيقول: نقول إن الكيان الذي ليس له أقنوم فوجوده بالفعل غير ممكن ما عدا في العقل فقط كالأجناس والأنواع العمومية، فإن هذين الكيانين أي الطبيعتين الموجودين بالمسيح كإزعامكم، فإن كانت بالفعل فمن الضرورة يكون لهما أقنومان، والآن إنكم لم تعترفوا كذلك لأن هذا هو رأي النسطورية. نقول أن هذا الأقنوم لأي طبيعة هو من الطبيعتين على رأيكم للكيان الإلهي أو البشري، أو من منهما تجعلونه خلوا من الأقنوم. لما قالوا طبيعتين وفعلين وبروسوبن واحد أو أقنوم واحد عليه، قالوا طب والأقنوم التاني راح فين؟ فيش طبيعة من غير أقنوم. سر التدبير لا يقول يركز النص تحديد الإيمان بتاع خلقدوني على الوحدة بصورة قاطعة ويستبعد كليات الثنائية في شخص يسوع، يعني هم ركزوا ان الشخص واحد والطبائع ايه؟ اتنين، والشخص اللي هو البروسوبن، شخص يسوع التي يقول بها النصترة لجهة الأقنوم، والشخص ويعلن الترادف بين هاتين اللفظتين.
مين اللي أعلن الترادف بين الاثنين؟ تحديد مجمع خلق دنيا. مجمع خلق دنيا قال في شخص واحد وأكنوم واحد، مسيح غير منشطر وغير منقسم إلى شخصين، وقال في المسيح يسوع أكنوم واحد في طبيعتين، الأنبى يساب الأباح. يقول نسألكم عن اعتقادكم بالصورتين وإقراركم بهما، لماذا تقرون وتعتقدون في أن الصورة هي القيام والخاصة والخاصة هي الأكنوم؟ لأن معنى الأكنوم عن خاص، وغير ممكن أن تقوم صورة، الصورة هنا الطبيعة يعني، بغير أكنوم. وأنتم تعتقدون بصورتين ثم بأكنوم واحد، فإن كانت المقدمة صادقة تصير الثانية كاذبة، وكذلك بالعكس. في كاتب أرثوذكسي تابع لكنيستنا في كتاب الخريستولوجية الأرثوذكسية بيقول لم نرى في محاضر مجمعي القسطنطينية المكاني أو مجمع أفسس المسكوني الثاني ما نعرفه اليوم عن الأوطاخية والكلام المنتشر عنه. خلي بالكوا بيقول إيه، يقول ما نعرفه اليوم عن الأوطاخية والكلام المنتشر عنه أنه اعترف بذوبان الناسوت في اللاهوت. بيقول لما بنبحث في مجمع القسطنطينية وأفسس ما نلاقيش أي قول لأطاخي عن على الحاجات المنتشرة عنه أن ذوبان الناسوت في اللاهوت. قال ربما نادى آخرون بعده بهذا الكلام، وكون أن أطاخي تمسك بلغة كيرولوس وبالرغم من أنه لم يكن متمرس في اللاهوت، إلا أن من يعتقدون بالطبيعتين وهي لغة شجبها القديس كيرولوس ومجمع أفسس الأول اتخذوا من أطاخي فرصة لكي يجعلوا الصيغة الأنطاقية في طبيعتين تسود على ما كان مستقرا في الكنيسة بأن المسيح واحد من طبيعتين. الرغم تصريح أناطوليوس أن تجريد البابا ديسكورس في مجمع خلق دنيا ليس بسبب الإيمان، نجد أن البابا ديسكورس والكنائس اللاخلق دنيا متهمة بالأوطاخية. من مين؟ من مجمع خلق دنيا اللي أقر المسيح في طبيعتين. القديس ساويرس الأنطاقي قد ادعى مجمع خلق دنيا هذه الأقوال بأساليب ملتوية، وقد شرح أساسا بأسلوب الحدوتة والخيال المخادع عندما عرف أن للمسيح طبيعتين. قال أن أقنومه واحد، وقد حل أقنوم مكان شخص. اللي بيقول كده القديس ساويرس من شانة يعني، حل محل ايه البروسوبن يعني. وهكذا شرح سئودوريت الخدعة في رسالته الى يوحنا، لانه لو انه في الحقيقة هناك اقنوم واحد سوف يكون هناك ايضا طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. واذا كانت هناك طبيعتين فسوف يكون هناك بالضرورة أقنومين وشخصين، وهكذا يوجد الثالوث الأقدس رباعي. ولكن تضيف تلك الخزعبلات، بيقصد على تحديد مجمع خلق دنيا يعني، بيضيفوا إيه؟ بيقولوا نحن نعترف بطبيعتين وشخص واحد بانضمام الطبيعتين باسم المسيح الابن والرب. من أين وجدوا أسلوب الاتحاد المبتدع هذا والذي لم يسمع به أحد من قبل؟ فلنقل على الأصح ما هو حق، التفرقة سافرة ومضللة. وبيقول نقل ما هو حق ان التفرقة بين الايه
الطبيعتين سافرة ومضللة، وأن هدفها أن نعترف بما ليس كائن وأن نعلن ما هو حقيقي أنه خطأ. ميخائيل الكبير في الكتاب بتاعه بيقول إذا كان أقنوم المسيح واحدا استوجب أن تكون طبيعته واحدة أيضا، وإذا وجدت طبيعتان فلابد من وجود أقنومين أيضا، فإذا اعترفوا بأقنوم واحد للمسيح استوجب حتما الاعتراف بطبيعة واحدة. إزاي طبيعتين بأقنوم واحد؟ طالما أقنوم واحد يبقى لازم طبيعة واحدة. ماري أغناطيوس يعقوب في كتابه تاريخ الكنيسة السريانية يقول غير أن مجمع خلقدونيا سنة 451 ماثل نصور بالقول بطبيعتين، لكنه خالفه بخصوص الأقنوم قائلا بأقنوم واحد، مؤسسا قوله هذا على توماس لون الروماني وهي الرسالة التي كتبها بمساعدة سؤودوريتوس أسقف قورش وأنفذها إلى فليبيانس القسطنطيني كما أسلفنا، وكما أسلفنا نحن أيضا وقلنا لكم قبل كده. القديس ساويرس في كتابه ضد النحوي بيقول لا تهدر قوتك لكي تحل تلك التي لا حل لها والصوت غير المنقسم بثنائية الطبائع بعد الاتحاد. تحل يعني تفك الطبعتين يعني هنا. ولا تقل إنني أعترف معكم بالاتحاد الأقنومي الحقيقي وأحول وجهي عن اتحاد الحب، إنني أقول إن المسيح واحد طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله وطبيعتين متفردتين، لأن هما فسروا بقى كلمة زي ما قلت لكم في المحاضرة بتاع الطبيعة واحدة الله الكلمة المتجسد قبلوها بشرط بالتفسير بتاعه إنه يقصد بالطبيعة الواحدة الإيه؟ الأقنوم الواحد. عشان كده القديس سيرس بيوجه له الكلام بتقوله بتقول بثنائية الطبائع بعد الاتحاد، وما تقولناش بقى انك انني اعترف معكم بالاتحاد الأقنومي الحقيقي، انني اقول ان المسيح واحد طبيعة واحدة متجسدة لكلمة الله وطبيعتين متفردتين، لانك تشبه القديس ساويرس بقى بيقول كده يعني بيقول طبيعة وفي نفس الوقت طبيعتين، بس بيفسر بقى الطبيعة بالأقنوم والطبيعتين بالطبيعتين. فالقديس ساويرس بيقول لأنك تشبه ذاك الذي يبني ويرفض في نفس الشيء، إنك تقول الطبيعة واحدة لكي تخدع، ولكنك تدخل طبيعتين وتحاول بقوة أن تخلط النقي مع غير النقي. هكذا كان السامريون الذين كانوا يسكنون حول أورشليم تجاه الإسرائيليين الذين عادوا من بابل وشهدوا هيكل الله وكانوا يحاولون الاختلاط بهم ويتظاهرون بأنهم يريدون مساعدتهم في العمل، ولكنهم في الحقيقة كانوا يحرصون على هدم عملهم بالكامل، وكانوا يقولون أننا نعمل معكم لأننا نبحث مثلكم عن إلهكم ونقدم له الذبائح، ولكنهم كانوا يسمعون من أولئك الذين لم تكن تهزهم دسائسهم أنه ليس من أجلكم ولا ومن أجلنا نشيد مسكن الله. لهذا نقول بحق للذين يقولون أن يسوع الرب هو طبيعتان متفردتان ومتحدتان أن هذا ليس لكم ولنا أننا نبني أو أننا نعترف بالاتحاد الأقنومي، لأنكم بينما تقولون طبيعتين فإنكم تدعون حل هذا، حتى أنه بالصوت تدعون الاعتراف، لأن أثر الاتحاد الأقنومي هو كما معلم بوضوح أننا نقول طبيعة متجسدة للكلمة وليس إطلاقا طبيعتين. ولكنني أعلم أنكم تزاحمون السامريين بالقول نحن نعترف بالطبيعتين وبطبيعة متجسدة لكلمة الله. كان لسه التلاعب بالألفاظ جديد، فيقولوا بنقول بالطبيعتين وبنقول برضو تعبير القديس كيرلس طبيعة واحدة متجسدة، بس بيقولوها بأي معنى؟
بالتفسير بتاعهم، بس لما يقولوا كده الناس البسطة ينخدعوا، يفتكروا انه يعني ما فيش فرق. يقول ولكن إلي النبي يقول حتى متى تعرجون بين الفرقتين، ويظهر القديس كيرلس بقوله بشأن النحوي في الدفاع التاسع للحرمان عندما كتب ضد توبيخ سؤودوريتوس الذي يتظاهر بمعرفة هذه التلميحات. سؤودوريتوس كان بيتظاهر برضو ان بيقول بالاتحاد ومسيح واحد، الوحدة والفائدة التي تصدر عنها هل هي مدركة ومؤكدة على حدة ام للاثنين، واذا كانت تستخدم لتزيين شخص التقوى ويقولون بمسيح واحد ولكن في الواقع يفكرون طبيعتين، فليسمعوا منا حتى متى تعرجون بين الفرقتين هنا وهناك. قد يكون من المناسب السير بالاستقامة بإيمان نقي وصحيح وليس متعرجا بين آراء غبية. ما احنا كده دخلنا في حاجات في الايه، عدم الوضوح في تلاعب بالأقوال والمصطلحات. في نفس كتاب ضد نحو جايب قول للقديس كيرلس ضد تجاديف نصريوس بيقول له كف عن فصل الطبيعتين بعد الاتحاد. برضو في كتاب القديس ساويرس يقول له نحن نقول أقوال القديس كيرلس في الحرمان العاشر ضد توبيخ سؤودوريتوس لأنه في طبيعتين أو جوهرين موجودين كما تقوله بطريقة وقحة وعنيدة، أن المسيح سيكون معروفا بما يجب قسمته في الأفكار والتأملات السامية هو الذي سيكون مقسوما بالثنائية. أبائنا بقى في القرون الوسطى يقولوا وما أعمى قلوبهم إذ يقولون أقنوم المسيح هو واحد بطبيعتين، فكيف اتحد الأقنومان ولم تتحد الطبيعتان، وكيف يكون لابن الله مشيئتان؟ أول من فند خلق دنيا بالتعبيرات اللي هي اتقالت بعد خلق دنيا مباشرة كان البابا تيموساوس، واحنا اتكلمنا عنه بشيء من التفصيل وجبنا التفنيدات بتاعته قبل كده، لكن هنقتبس بعضها هنا فيما يخص بعض الأمور. البابا تيموساوس في تفنيداته في التفنيد الخامس بيقول ايه؟ هؤلاء الذين اعترفوا بأنهم تناولوا ما أقروا به في أفسس عند عزل نصريوس، كيف استطاعوا أن يصدروا مرسوما بأن لا يبحث أي شخص عن أي إضافة ولا يعز ولا يعلم بخلاف إيمان 318؟ كيف يتجسرون بتعليم العقائد التي وردت في تعريف الإيمان؟ يقول اللي اعترفوا بمجمع أفسس، مجمع أفسس حرم أي إضافة للإيمان، فبيقولوا احنا بنعترف بمجمع أفسس، وبعدين بيقول كيف يتجسرون بتعليم العقائد التي وردت في تعريف الإيمان، لأنه إذا كان إيمان الآباء القديسين يكفي كما أقروا به للتعليم الأرثوذكسي فما الحاجة لإدخال طبيعتين في المسيح ووضعهما في تعريف الإيمان، بينما حرم الآباء القديسون في أفسس الذين يتجرؤون على هذا الفعل. يعني بيقول إن يدخلوا حاجة من الأصل دي نقد وضد تعليم مجمع نقي. في التفنيد الثامن يقول ان وقاحة اقوال التعريف الذي قمنا بتدوينه يبعث على الدهشة والاعجاب في نفس الوقت، لان الذين كانوا قد عزلوا فيليبيانوس انفا في افسس لانه كان يقول طبيعتين، رفضوا ايضا خطاب لون لانه كان به عقيدة نسطور، وقرروا ان قول طبيعتين في المسيح الواحد هو أصل وأساس هرطقة نصريوس، كيف إذن يتجرؤون الآن بتعليم هذا في تعريف الإيمان لدرجة تأكيد صيغة طبيعتين في الرب الواحد؟
تعرفين اللي حصل في خلق دنيا وازاي ضيقوا على الآباء عشان يوقعوا، وأن يوقعوا الخطاب المكتوب بطريقة تدل على إلحاد شديد كما لو كان حسن، ويدعو فيليبيانوس المتوفي بين القديسين بعدما كانوا قد عزلوه عندما كان حيا وبعدما كانوا قد احتقروا كهرطوقي، أما كانوا قد أخطأوا عندما عزلوه، وكذلك أيضا الذين كانوا من الشرق ويقعون تحت طائلة القانون الكنسي، أم إنهم تصرفوا خطأ في خلق دنيا عندما قبلوه وكل الذين قد عزلوا معهم ويقعون تحت دينونة الله التي هي حق لأنهم لم يطيعوا الله بل الناس. في التفنيد التاسع يقول: لا يوجد إنسان لديه القلب التقي في الإيمان يعلم أو يعتقد بوجود طبيعتين، لا قبل الاتحاد ولا بعد الاتحاد. يقول: لأن جسده لم يكن له أقنوم ولا جوهر قبل الحبل بالله والكلمة لكي نستطيع أن نعطي له اسم طبيعة على وجه الخصوص وعلى انفراد، لأن الطبيعة لا توجد بدون أقنوم ولا الأقنوم بدون الشخص. إذن إذا كان يوجد طبيعتين فيوجد بالضرورة أيضا شخصين، وإذا كان يوجد شخصين يوجد مسيحين كما أعلن المعلمين الجدد. في تفنيده العاشر بيقول: تم عزل نصور عندما قال طبيعتين في المسيح الواحد، وهذا معروف من كل الذين يسمعون ويريدون قول الحقيقة لأنه تكلم هكذا في كتاب تعليمه. طب وانتوا لما تقولوا في خلق دنيا نفس اللي قالوا نصور يبقى ايه؟ هم نفسهم اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذا الفكر بقى نوع من الالتصاق. ففي كتاب سر التدبير الإلهي يقول: فتبادل الأوصاف وهذا مستطاع بسبب سكن اللاهوت في الناسوت والتصاق الناسوت باللاهوت التصاقا لا يعرف ذرة من الوهن في الالتحام، فبيسموه التحام وإيه والتصاق. بيقول: بالمعمودية نحن نصير جسد المسيح، المسيح هو ابن الله جوهريا في لاهوته، أما طبيعته البشرية فهي جزء من أقنومه الإلهي. ويقول: لأن الجسد المخلوق إنما ملتصق باللاهوت دون استحالة أو امتزاج، ونحن جسد المسيح صرنا في يسوع ابن الله. يسوع أقنوم واحد في طبيعتين إلهية وبشرية. ده كلامهم هم، ده كله اللي بقوله دلوقتي. يقول: يسوع أقنوم واحد في طبيعتين، فيه لا يجعل أقنومه الواحد مقسوما أو منفصلا أو موزعا على الطبيعتين أو منتقلا بينهما. في الثالوث نقول جوهر واحد في ثلاث أقانيم، في التجسد الإلهي نقول أقنوم واحد في طبيعتين. شفتوا هنا بيتلعبوا بالألفاظ بالمصطلحات، عدلوا استخدام المصطلحات لما يتكلموا عن الثالوث عنها لما يتكلموا عن التجسد، ونسبوا لمين اللي عمل كده، ادعوا على مين انه بيعمل كده. مش سامع دول اشتر قالوا كرولوس. اما ادعوا على البابا كرولوس انه يعني عدل في الاستخدامات. شوف برضو بيقول ايه: القول انه تألف من اقنومان، من اقنومين يعني ان الطبيعة البشرية اقنوم، وتأليف واحد من شخصين مستحيل. ليه؟ لان الشخص غير قابل للالتحام التام، طالما شخصين كاملين يبقى ما ينفعش ايه يلتحموا للاتحاد التام، ما ينفعش يتحدوا يعني، غير قابل للاتحاد التام مع شخص آخر، هذا فضلا على أن الطبيعة البشرية لم تكن موجودة قبل البشارة. ولا نقبل أن يقال أن يسوع كان اثنين قبل الاتحاد، ما حدش قال أنه كان موجود قبل الاتحاد ثم صار واحدا بعده، لأن الأقنوم الإلهي وحده
كان موجودا قبل التجسد، وفي التجسد أخذ من العذراء نسوتا ضموا إليه. في مخطوطة في دير السريان عندنا بتقول: نقول بوجود طبيعة بغير أقنوم غير ممكن أن يوجد بالفعل بل في العقل، والطبيعتين التي تقول بها في المسيح سيدنا إن كانت موجودة بالفعل بالضرورة الجوهرين والأقنومين، وأنتم لا تقولوا كذلك لأن هذا اعتقاد النصاطرة. أبانا بيقول لهم أنتم بتقولوا طبيعتين وأقنوم واحد، طب ما لو طبيعتين يبقى لازم يكون فيه أقنومين، إزاي؟ لأن كانوا بيتلاعبوا، قالوا الأقنوم بمعنى البروسوبون، وبطلوا يجيبوا سيرة بقى الإيه الاتحاد الأقنومي خالص. يوحنا النحوي يقول: أول لاهوتي خلقدوني، في كتاب إعادة فحص، أول لاهوتي خلقدوني مما أن وصلت كتاباتهم إلينا يسلم بأرثوذكسية عبارة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلم. وحينما أقر النحوي بهذا الأمر كان يؤكد أيضا أن المعنى الذي استخدم فيه القديس كيرلس هذه العبارة لا يتعارض مع عبارة مجمع خلق دنيا في طبيعتين. وفي الحقيقة حاول النحوي من خلال زعمه بسلطة وشرعية صيغة إعادة الوحدة اللي هي 433 أن صيغة طبيعة واحدة هي صيغة ضرورية بالضبط مثل صيغة طبيعتين من أجل الحفاظ على الأرثوذكسية. يعني بدأوا يستخدموا زي ما قلت لكم ادعاهم الخاص بالمصالحة في تفسير التعبير بتاع طبيعة واحدة، أن يفسروه على أن أقنوم في طبيعتين. قالوا: من وجهة نظر البطريرك ساويرس كانت الصيغتان تتناقضان مع بعضهما البعض، ما ينفعش نقول طبيعة واحدة ونقول في طبيعتين، ولذلك فإنه من غير الممكن أن تكون كلتهما أرثوذكسيتين. عشان كده القديس ساويرس قال مش ممكن الاتفاق معهم طالما في تلاعب بالألفاظ. وإحنا بنعلق على القول اللي فات بنقول النحوي أو اللاهوتي يتلاعب بمعاني المصطلحات لتوفيق تعليم القديس كيرلس مع خلق دنيا، مستعينا أيضا بالإدعاء الخاص بمصالحة 433 ليبرهن تأويله، رغم التناقض البين بين التعبيرين طبيعة واحدة وفي طبيعتين، حيث يفسر طبيعة واحدة بالأقنوم لاستبعاد النصورية، وفي طبيعتين عشان ينبذ الأوطاخية، يعني يتحججوا ان احنا بننبذ الاثنين، بنقول أقنوم واحد عشان ننبذ النصرية، ونقول في طبعتين عشان نرفض الأوطاخية. دي كان اول مرحلة في خلق دنيا، قالوا أقنوم في طبعتين في مشيئتين. فالآباء قعدوا يقولوا لهم كده نصرية مفضوحة، لأن طالما في طبعتين لابد أن يكون في إيه أقنومين. ففي مرحلة أخرى حصل تطوير، في حاجات من اللي بنقولها دلوقتي خدت مراحل، مش كلها اتقالت مرة واحدة يعني. فبدأوا يقولوا لا، ما انتوش واخدين بالكم بقى، هو الاتحاد الطبيعي والاقنومي ده حاجه واحده، اقنوم الكلمه اتحد بطبيعه بشريه ما فيهاش اقنوم، طبيعه عامه بدون ايه اقنوم، وبقى اقنوم يحمل الطبيعتين. طب امال ايه مقصود الاتحاد الطبيعي والاتحاد الاقنومي، بتفهموه ازاي؟ انا الحقيقة فضلت ما اشرح لكوش انا بيقولوه ازاي، جبتلكوا نص هما بيشرحوه،
بوضوح. فطبعا بقت تهمة النسطورية صارخة بالتركيبة اللي بيقولوا بيها واللي احنا حللناها في الأول، أقنوم بمعنى البروسوبون وطبيعتين، وما يقولوش أقنومين بقى تاني، فلا بالوا لهم ازاي ما طالما طبيعتين لازم يبقوا ايه؟ أقنومين. فبدأت التهمة واضحة وصارخة، فبدأوا يشرحوا بطريقة تاني خالص. في كتاب الشرع الكنسي في مقالة بيشرحوا فيها مفهوم الاتحاد الطبيعي والأقنومي عندهم عن البيزاليون. البيزاليون ده زي مرجع بيتحط فيه تعاليمهم اللاهوتية، وعنوان المقال بيقول طبيعة المسيح الإلهية والبشرية. خلي بالكم معايا، جاء في مؤلف للقس سيودوروس من ريسوس البيان الآتي عن طبيعتي المسيح، ويعد من أدق الإيضاحات اللاهوتية في هذا الموضوع، بيقول يعترف الأرثوذكسيون باتحاد الطبيعتين اتحادا جوهريا مع احترام الأقنوم وصيانته. يعني احترام الأقنوم وصيانته، نشوف بقى، وصيانته من الانقسام والانفصال والاختلاط. فالعبارة طبيعة المسيح تعني الاختلاف في النوع والجوهر بين الطبيعتين المتحدتين، الأي الإلهية التي هي من الأزل والبشرية التي اتخذها في زمن متأخر. وكلمة جوهريا تعني أن الاتحاد لم يكن باشتراك عمل الإرادة الصالحة، أو بعبارة أقل غموضا، شوفوا من نفسهم بيعترفوا بالغموض، يعني كلام غامض كده يعني، أو بعبارة أقل غموضا لم يكن نتيجة نعمة خاصة أو مسلك خاص أو رعاية لاستحقاق ومكافأة، أو بمعنى إزاء صفة التساوي في الكرامة، أو اعترافا بشرف الأصل، أو وصفا لعلاقة، أو إنشاء مرجع، أو تحديد قوة، أو أي نوع من أنواع الاتحاد النسبي كما كان يقول نستوريوس. هو كده بيوضح يعني اللي انتوا قريته ده، كأنه ايه بيوضح، يقول كما كان يقول نستوريوس، بل بالعكس نسلم ونعترف بأنه اتحاد حقيقي في الجوهر والتركيب كاتحاد طبقتين. خلي بالكو، كاتحاد ايه؟ طبقتين، حاجات ملتصقة ومرصوصة كده يعني. والعبارة اتحاد يحترم الأقنوم تبين حقيقة الواقع بأن الناسوت لم يكن سابقا قد خلق وصار له شكل، وأن اللاهوت لم يتبعه، بل بالعكس إنه عند أول وجود العنصر الأول وفي الوقت الذي خلق فيه اتحد اللاهوت به، لأنه في الوقت ذاته إذ قد خلق وجعل جسدا كان جسد الله الكلمة، وقد اتحدت الطبيعتان معا بدون أن تتعرض إحداهما إلى تجديد أو تعديل أو تغيير مهما كان نوعه بسبب هذا الاتحاد، ولكن بالعكس
إن الاتحاد واحد وقد حفظ دوما بدون تغيير، وحفظت كل من الطبيعتين كيانها الطبيعي تماما بدون نقص. ومن هذا التفسير نفهم، خلي بالكم من الحتة الجاية قوي، صحصحوا، ومن هذا التفسير نفهم أن كل ما يقول عنه الآباء أنه اتحاد في الطبيعتين في المسيح، وأنه اتحاد من جهة الطبيعة، أو أنه اتحاد طبيعي، لا يعنون به أي شيء قد يفهم منه أن اتحاد الناسوت الطبيعة البشرية باللاهوت الطبيعة الإلهية في إقنوم المسيح قد حدث حسب الناموس الطبيعة لا سمح الله. يعني ما اتحدوش الطبيعتين، لأنه لو كان هذا هو الواقع لنتج عنه حتما طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين، كما كان يعتقد أصحاب الطبيعة الواحدة. هو تفتكروا ما بنقول اتحاد طبيعي انه اتحاد حسب ناموس الطبيعة، طبيعة الطبيعة لا سمح الله، لان لو هكذا حصل لنتج عنه حتما طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين كما كان يعتقد أصحاب الطبيعة الواحدة، في حين أن الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة، هم طبعا يقولوا على نفسهم الأرثوذكسية الجامعة، تقول في تعليمها أن طبيعتي المسيح اتحدتا ليس بحسب الطبع أو الطبيعة، بل بالنسبة إلى الأقنوم وفي أقنوم الله الكلمة وهكذا. ففي المسيح أقنوم واحد مؤلف من طبيعتين متميزتين، الطبقتين اللي قالوا عليهم يعني اللاهوت والناسوت. ويعني الآباء بقولهم أن الاتحاد طبيعي أو بحسب الطبع أنه اتحاد حقيقي لا وهمي، هو ده المقصود بالاتحاد الطبيعي، يعني اتحاد حقيقي مش وهمي. لكن اوعوا تفتكروا لا سمح الله ان اتحاد طبيعي طبيعه بطبيعه، لان كده حتما هينتج ايه. فجابوا اقوال القديس كورولوس اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي ويأولوها بقى، يقصد بالطبيعه اتحاد طبيعي يعني اتحاد حقيقي لا وهمي. طب ايه هو الاتحاد اقنومي؟ الكلمه اتحد بالطبيعه البشريه. ايه هو الاقنوم وإيه هو الطبيعة؟ برضو أحد كتابهم يقول أقنوم واحد إلهي في طبيعتي مخلصنا يسوع المسيح الإلهية والإنسانية. خلي بالكم النغمة الجديدة بقى المرحلة اللاحقة، كان أقنوم في طبيعتين، بقى أقنوم إلهي في طبيعتين، مفيش سيرة للأقنوم الناسوتي خالص. أبائنا لما دريوا باللي بيتقال دوت، الأنبا يساب الأباح، فقرا الكلام ده وتعجب، فشوفوا بيقول لهم إيه بقى. يقول ونسألكم أيضا عرفونا ما معنى الطبيعة، فلابد أن تقولوا الطبيعة هي الجوهر، فأجيبكم ما معنى الجوهر، فلابد أن تقولوا إن الجوهر هو جنس لذاتي، والجوهر والجنس مكان فوق جنس وتحت جنس، ومكان يعم ويخص، ومكان منه كلي وجزئي. فأسألكم عن الطبيعة الإلهية بمن اتحدت، بالجوهر العام أم بالخاص؟ إن قلتم بالعام فقد أوجبتم أن التجسد كان بكافة الطبيعة البشرية، وإن قلتم أن الاتحاد كان بجوهر خاص من عام وذكرتم الخاصة فقد اعترفتم بالأقنوم، لأن الخاصة هي الأقنوم كقولنا في جوهر اللاهوت. وإذا قلنا جوهر الإله فقد عممنا الثالوث القدوس،
أو المقدس، وأن كلنا خاصية الأبوة، فقد عيننا أكنوم الآب وهكذا، وقد عيننا أكنوم الروح القدس، لأن معنى الخواص هي الأقانيم، وليس الأكنوم يحوي طبائع، لأن الأكنوم عين خاص بيفرد الطبيعة، مش بيجمع طبائع، لا يتكسر. فبطل قولكم إن الأكنوم حاوي طبيعتين. نحن نقول الطبيعة البشرية لها أقانيم إيه؟ بعدد البشر. الطبيعة اللاهوتية لها ثلاث أقانيم، لكن ما فيش أكنوم له كذا طبيعة. فبطل قولكم أن الأكنوم حاوي طبيعتين، وبطل قولكم أيضا أن الطبيعة التي أخذها اللاهوت بغير أكنوم، لأن الطبيعة إن كانت عامة فهي تحوي عدة أقانيم، وإن كانت الطبيعة الخاصة من طبيعة عامة فقد تحوي أكنوما واحدا، ولا يمكن أن يقوم طبيعة بغير أكنوم واحد، لأنه حيث الأكنوم هناك طبيعة واحدة جزئية، لأن الجزء غير الكل، لأن الكل يحوي أقانيم عدة. في كتاب مصباح الظلمة لابن كبر يقول: والملكية يقولون في المسيح أنه جوهران وطبيعتان وله فعلان وإرادتان ومشيئتان، وإن أحداهما التي هي الطبيعة الإلهية أظهرت وصنعت المعجزات وفعلت كلما فعلوا من الإلهيات، والأخرى الإنسانية نالتها الآلام والصلب والموت وفعلت كلما فعلوا من الأفعال الإنسانية. وقالوا إنه أكنوم واحد إلهي، يعنون شخصا واحدا، واعتقادهم هذه التثنية على ما يحكى عنهم خوف من توهم الامتزاج والاختلاط والاستحالة ومن إيقاع الآلام على الذات الإلهية. وقيل إن بعض طائفتهم ذهبوا إلى أن الاتحاد كان من الأكنوم القديم بالإنسان، الكل يعنون الابن الأزلي. وقيل عنهم أيضا إنهم لم يكونوا أولا يرون بالأكنوم الواحد، بل أصلحوه في المجمع السادس، يعني كلامهم كان في تطور في التفسير عقيدة خلق دنيا كل شوية. في مخطوط دير السريان يقول: نقول ولأي الطبائع تجعل الأقنوم الذي قلتم لجوهر الإلهي أو للإنسان، ولا بما تجعل أحدهم يتجرد من عن الأقنوم. وفي برضه مخطوط تاني يقول: ومنهم من أخذ طريقه وقالوا إن الاتحاد أقنومي وليس طبيعي، زي الشرح اللي سمعناه في الأول إن الأقنوم هو اللي اتحد بالطبيعة، ما فيش اتحاد طبيعي، أو خلطوا مع بعض أقنوم بطبيعة بقى هو الاتحاد الطبيعي الأقنومي. يفسروا القديس كورولوس بكده، إحنا بنقول الاتحاد الطبيعي الطبيعة من طبيعتين، اتحاد الأقنوم أقنوم من أقنومين. هم يفسروا الاتحاد الأقنومي والاتحاد الطبيعي اللي يقصده القديس كورولوس ان أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية. يقولوا: هكذا ترك الله الابن للناسوت الذي وحده بنفسه هيبوستاسيا ان يقوم بدوره الطبيعي حتى في العمل الفدائي الذي اتمه من اجل الجنس البشري. يعني الناسوت شغال لوحده، يعني ترك له ايه؟ طب وازاي من غير أقنوم؟ وهنا يتضح أن الفعل بما فيه من عمل الفداء تقوم به الطبيعة الناسوتية. في كتاب إعادة فحص بيقول: ولكن القضية كانت في التساؤل عن من يكون هيبوستاسس المسيح الواحد، وقد حاول النحوي أن يؤكد أن الهيبوستاسس الواحد كان هو هيبوستاسس الله الكلمة الذي بالإضافة لطبيعته الإلهية وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة نسانية. أما البطريرك ساويرس على الناحية الأخرى فكان يصر على أن الهيبوستاسس الواحد كان هو الهيبوستاسس المتجسد لله الكلمة،
وهو بذلك كان هيبوستاسيسيا مركبا، كان هيبوستاسيس مركب من أقنومين يعني. ويقول أيضا ونلاحظ من الفهم المبدئي لتلك الفقرة أنه لا يوجد أي فرق ظاهر في تعريف المصطلحات اللاهوتية بين القديس ساويرس ويوحنا النحوي. في الأول كانوا يستخدموا المصطلحات متقاربة، بس شوفوا هيختلفوا في إيه بقى. ولكن عند استخدام تلك المصطلحات في التفسيرات المتعلقة بشخص المسيح نجد القديس ساويرس يختلف فعليا معه، فيوحنا النحوي يفسر مصطلح طبيعة في عبارتي من طبيعتين وفي طبيعتين بمدلول الأسية كحقيقة عامة مجردة، يعني طبيعة من غير أقنوم وليست مخصخصة. وهنا وهذا يتعارض مع مفهوم القديس ساويرس الذي يقول أنه إذا أخذنا الطبيعتين بمدلول الأسية كحقيقة عامة فإنه من المستحيل أن نتصور إمكانية أن يتحد هيبوستاسيا. وقد أكد القديس ساويرس في رده على النحو أن مصطلح طبيعة عند القديس ساويرس ينبغي أن يؤخذ في جميع العبارات التي تشير إلى المسيح بمدلول الواقع المخصخص أو الحقيقة المحددة وليس بمدلول الحقيقة العامة المجردة. كما أصر القديس ساويرس على أن الناسوت الذي اتخذه الكلمة في التجسد كان في الحالة الأقنومية، أي أنه كان ناسوتا مخصخصا ومتفردا، لأن جه وقت برضو من ضمن التطورات بس ما طولوش فيها قالها النحوي، نسبت للنحوي، قال إن الاتحاد تم بين الطبائع بدون أقانيم. عشان كده برضو في اقتباس من إعادة فحص بس جيبها من يوحنا النحوي، قال وبالنسبة لمفهومه عن الأسية تساءل النحوي كيف يمكننا ونحن نعترف أنه أي المسيح إنسان تام كامل ألا نقر بأن فيه كل الأسية الناسوت، لأنه لم يتخذ جزء من الناسوت كما ادعى أبوليناريوس أي جسد بدون روح عاقل، ولكنه اتخذ الأسية بكامله أي جسدا ممنوحا روحا عاقلا ومفكرا، وحيث أن هذا هو الموجود تماما في كل الكائنات البشرية كحقيقة عمومية لذلك يشار إليه بالأسية، وهم أي الكائنات البشرية لا يتميزون الواحد عن الآخر في الأسية إنما في الصفات الخاصة التي تصاحبهم أي الحجم واللون، وتلك التي تذكر كمواصفات للبروسوب. وهنا ينبغي علينا أن نلاحظ إصرار النحوي على أن الأسية الذي في كل البشر هو الحقيقة العمومية بالمعنى المجرد بدون التسليم بأنه في الحالة المخصخصة المتفردة الهيبوستاسية. ومن الواضح أنه كان مهتما بتجنب عقيدة وقود هيبوستاسيين أو أقنومين أو شخصين في المسيح الواحد عشان يتجنبوا الاتهام بالنصرية، فكان يقول الطبيعة في وضعها العام مش في المخصخص أو الأقنومي أو الهيبوستاسي، عشان أقول له طب ما كده يبقى في أقنومين، فقال لا ده طبيعة عامة. برضو في كتاب الأنبيوساب يقول ثم أسألكم عن الإنسان العام من كافة الطبيعة البشرية وما فيها من موجود في العالم شخص بشخص، هل يوجد فيها شخص خاص بغير أقنوم؟ فلابد أن يقولوا لا. فأسألكم عن الإنسان الذي اتحدت به الطبيعة الإلهية هل له أقنوم أم لا؟ فتجيبون قائلين ينقص الأقنومية، فقد أبطلتم سائر الكتب التي تشهد أنه أخذ مال البشرية ما خلا الخطية، ويكون مثل قولكم أن الإله لم يتحد بطبيعتنا كاملة بل أخذ الطبيعة بغير أقنوم. برضو النحوي يتكلم على نفس الطريقة اللي بنقول عليها أنه الجوهر يخص البشرية كلها، إذن سوف يؤخذ عليك إفسادك التجسد والتأنس الفائق. الوصف القديس ساويرس بيقول له سوف يؤخذ عليك بإفسادك التجسد والتأنس الفائق الوصف
للكلمة فيما قلته. قال إن نحوي، قال إذن في شخص الثالوث الأقدس الذي هو شخص كلمة الله، فإنه يضع خلاص كل الناس بالاتحاد، وبناء عليه فإن الكلمة الإله المتجسس سوف يكون معروفا في طبيعتين أو جوهرين، لأن له جوهر الألوهية ولكن أيضا له جوهر البشرية. فيرد عليه القديس صويلس: ولهذا سوف نفهم أن كل البشرية كما تقول، وكل الجوهر وكل الجنس البشري اتحدوا أقنوميا بالكلمة نفسه، وهم فيه بنفس الطريقة، كأن البشر كلهم اللاهوت اتحد بالبشر ايه كلهم. وأيضا في يوحنا النحوي: إنها خاصية الذين يقسمون الابن الوحيد بثنائية الطبقة ويختارون اتحادا وهميا بدلا من الاتحاد الحقيقي والطبيعي. ده هنا القديس سيرس اللي بيتكلم: ولكننا لم نوافق كما يقول على الاعتراف بالاتحاد الأقنومي لكل جوهر الألوهية وكل جوهر البشرية. يعني كأنه هيقول الثالوث كله اتحد بالبشرية كلها. ليس هناك سبب آخر إلا أن تعلم أيها النحوي من أي زرع حكمتك ولدت شتلاتك. من أجل هذا اجري على الطريق الذي رصفته، لا أجلك بالقول بأنك تعترف بالاتحاد الأقنومي، ولكن بعد الاتحاد معترفا بإزواجية الطبائع، داعيا إياها بإزواجية الجواهر، وخالطا خفيا الصلة الطبيعية التي أصبح فيها كل الناس شركاء الطبيعة الإلهية وحصل عليها بتأنس الكلمة. لأنه بيتكلم عن جوهر بشري عام. الأنبا يوسابي يقول تاني: نسألكم عن اعتقادكم في المسيح الواحد إنه إله تام وإنسان، نسألكم أيضا عن الأقنوم الواحد، هل تنسبون للإله أم للإنسان؟ فلابد أن تقولوا أن الأقنوم للإله، فعرفونا هل هذا الإنسان أقنوم أم بغير أقنوم، فتجاوبون ناقص الأقنومية. فأجيبكم أنكم أولا عرفتمونا أنه إنسان كامل، ثم قلتم ثانية ينقص الأقنومية، وصيرتم الثانية ناقضة للأولى. القديس كيرلس في رسالته إلى فاليريانوس كان الفكر بتاع خلقدونيا موجود من أيام البابا كيرلس على فكرة، لأنه أصلا فكر نسطوري. قال في الرسالة دي: مسفها رأي الذين يعتقدون بأقنوم واحد وطبيعتين. قال: وما من أحد يتجاسر على أن ينكر أننا نلنا المصالحة بالمسيح وأنه هو سلامنا، لأنه هو الباب والطريق وفيه قد حل كل ملء اللاهوت جسديا. لكن الحاذق في التأمل والشديد في الكذب يصغي بأذنيه قائلا: إن كان الساكن آخر والمسكون فيه غيره، فكيف يمكن أن لا تقسم الجوهرين وأن لا تقول أن كل منهما قائم بذاته منفردا؟ ثم قل لي أين يكون الأقنوم الواحد، لأنهم يتظاهرون بأنهم يثبتون أقنوما واحدا فقط. ألا يعلمون أنه إذ كان جوهران بذاتهما منفردين يكونان على كل حال أقنومين أيضا؟ القديس ساويرس في إحدى رسائله بيقول: يقول سودوريتوس في الحرم الثاني: الوحدة في الأقنوم لا نعترف بها على الإطلاق. الوحدة في الأقنوم لا نعترف بها على الإطلاق. فيلاحظ هنا أنه يرفض القول باتحاد الأقنومين في أقنوم واحد، وذلك لأنه يقول بالاتحاد البروسوبوني في البروسوبون الواحد، كما أنه في مجمع خلقدونيا فسر معنى الأقنوم الواحد بالبروسوبون كما قال القديس ساويرس في كتاب فيلاليسس، وهذا ما جعل الخلقدونيون فيما بعد أن يقولوا بعدم وجود أقنوم بشري. في نفس الوقت تجدهم ينسبون كل ما يخص الأقنوم إلى الطبيعة لكي ينفع عن أنفسهم تهمة النسطورية، فريحوا نفسهم، لغوا الأقنوم وبدأوا ينسبوا الفعل والمشيئة للطبيعة مش للأقنوم. من الحاجات اللي أكد عليها القديس ساويرس جدا بكثرة في كتابه ضد النحوي
هي أن ناسوت المسيح كان ناسوتا مخصخصا ومتفردا، ومن ثم فهو كإنسان كان إنسانا محددا. الدمشقي يقول الطبيعتين بعد الاتحاد قد حفظت كاملتين في الشخص المركب. اتحاد الطبيعة في الأقنوم، في اتحاد الطبيعتان في الأقنوم الواحد الذي لله الكلمة. خلي بالكو في فرق بين لما نقول أقنوم مركب من أقنومين، أو هم يقولوا أقنوم مركب من طبيعتين. أما بنتكلم على الأقنوم كأقنوم مركب، لكن هم يقولوا لو هنتكلم على الأقنوم كأقنوم بسيط. عارفين زي ما نقول مثلا عندي شقة من شقتين، يعني كني شقتين جنب بعض وفتحناهم بقى عندي شقة من شقتين، يبقى بتكلم على شقة واحدة بقت متحدة مع بعضها، غير لما أقول شقة من قطين، غير لما أقول شقة إيه، في فرق لما أقول عندي شقة مكونة من شقتين، أو في أقول شقة من إيه قطين، لأن هنا ما في شقة من قطين، ما فيش اتحاد في حاجة، زي بتكلم حاجات طبقات، زي ما قالوا في طبقات داخلها حاجة مرصوص. فاحنا الأقنوم مركب لما نتكلم عنه كأقنوم فقط، لكن هو مركب من جهة الطبيعة، يعني في طبيعتين. أيام القديس فيلكسينوس المعاصر للقديس ساويرس، في واحد اسمه مارون كتب للقديس فيلكسينوس يستفسر منه عن بعض النقاط، منها قول الخصوم بطبيعتين مع إضافة غير منفصلتين، يعني بيقولوا طبيعتين بس مش منفصلتين. طب ما نصور كان بيقول كده، ملتصقتين يعني ملتحمتين زي ما هم بيقول. تفسيرهم قول القديس كورولوس طبيعة واحدة متجسدة بطبيعتين، إحداهما للكلمة الأخرى لناسوته. الكلام ده اتقال من إمتى؟ كان في أوائل القرن السادس، أما بدأوا يتلاعبوا بالمصطلحات ويفسروا التعبير الشهير طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة من الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. قولهم إذا اعترفنا بأن المسيح هو من طبع الآب بلاهوتي ومن طبعنا بناسوته، فمن الضروري الاعتراف بطبيعتين أيضا، سموها المساواة المزدوجة، واللي أحيانا بيستخدموها بحيلة. في فرق لما نقول المسيح مساوي للآب في الجوهر ومساوي لنا في الجوهر، لكن هو ايه واحد. وفي فرق بين ما نقول المساواة المزدوجة، ما نقولش كلمة المزدوجة، اما نحب نعرف كده نقول مساوي للآب في الجوهر ومساوي لنا في ايه في الجوهر، لكن ما نقولش المساواة المزدوجة. المساواة المزدوجة يعني الطبيعتين، ذا دبل كونسبستنشياليتي. ففي حاجة ممكن تبقى معناها صح لكن تصاغ بطريقة لما بنكون بنعالج فيها مشكلة معينة، تصب في الطبيعتين على طول، ما نقولش ذا دبل كونسبستنشيال، نقول مساوي للآب في الجوهر ومساوي لنا ايه في الجوهر.
عشان كده من زمان يقولوا إذا اعترفنا بأن المسيح هو من طبع الأب اللاهوتي ومن طبعنا بنسودي فمن الضروري نعترف بطبيعتين. لا، مش من طبيعتين، نقول هو طبيعة من طبيعتين، مساوي للأب من جهة لاهوتي ومساوي لنا من جهة ناسوتي، لكن هو إيه؟ طبيعة واحدة. قولهم إننا لا نقول بأقنومين من حيث أن الكلمة لما تجسر لم يأخذ إنسانا. القديس كورولوس قال الكلمة لم يتخذ إنسانا. نعم، ما كانش فيه إنسان موجود وخده، لكنه صار جسدا. او قال لم يتخذ شخصا، يعني ما كانش فيه واحد موجود، شخص موجود وخده، لكن صار انسانا. انا بجيب لكم هما بيقولوا ايه في التعبيرات المختلفة اللي رسيوا عليها. احنا مشينا دلوقتي مرحلتين، مرحلة الاولى اللي كانت يعني ايه في بداية خلق دنيا، اقنوم طبعتين فعلين. الأقنوم ده ما جابوش سيرته بتاع ايه، وقالوا البروسوبون، وبعد كده قالوا أقنوم اللاهوت وطبيعة بدون أقنوم، وردود أبائنا عليهم شكله ايه، وتوصيفهم للاتحاد شكله ايه. آخر نموذج هجيبه قوي شوية لابونا فيلوساس ابراهيم، بس عايز تصحصحولي لان هو حاجه واحده لكن فيها شرح شويه. انا اختزلته لكن ممكن تقروه في كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير. بيقول ايه أبونا فيلوساس؟ بيقول: قال الأستاذ في النبذة الأولى بالعدد المذكور آنفا ناقلا عن الأب الراهب. طبعا إيه هو الأستاذ والأب الراهب؟ أنا قلت لكم هقولها لكم قبل كده الحكاية ده، هي أنا قلتها لكم. كان ما بين القرن التسعتاشر والعشرين وأواخر القرن التسعتاشر نشطت الإرساليات الأجنبية في مصر، ولا سيما الجزويت. في الوقت ده ما كانش فيه معلمين كتير في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، كان أشهر الموجودين أبونا فيلوساس إبراهيم اللي هو بيقول رئيس المرقسية الكبرى يعني، وكان مخضرم وكان ماسك مكتبة البطريركية فتحت ايده مراجع كتيرة، وكان يجيد عدة لغات، وكان هو اللي موجود بس في الوقت ده يعني. فعملوا الجزويت زي مجلة سموها البشير، وبدأوا يهاجموا إيمان كنيستنا الأرثوذكسية فيما يخص الكريستولوجي أو طبيعة السيد المسيح بشكل يبدو أكاديمي دراسي دقيق، لأن هما بيبقوا دارسين كويس، لازم بيدرسوا فلسفة كمان مع الدراسات اللاهوتية. والجزويت دي بيعتبروا أرقى طبقة في الرهبانة الكاثوليكية، ومتخصصين في العلم أكتر والدراسة. فلما بدأوا يكتبوا ما كانش حد بيرد عليهم. كان في الوقت ده في راهب من أصل سورياني مترهب جديد وشاب صغير في دير البراموس اسمه إفرام البراموس، اللي هو فيما بعد الأنبا إيسوزوروس
اللي هو صاحب مجلة صهيون، واللي هو العمل المراجع الكتيرة الخريدة النفيسة والمراجع اللي احنا بنقتبس منها. كان متقدا في الذكاء ومحب للدراسة والاطلاع، فلما أرى المجلات دهيت ومحدش بيرد أخدته الحمية وبدأ يكتب كتب ويرد. البينات الواقية والبراهين الصاقبة، النذير ردا على البشير. فلما بدأ يرد لوحده اتكتلوا عليه وبدأوا يردوا. مين بيراقب الحاجات ده هي من بعيد؟ أبونا فيلوساوس إبراهيم. فلما لقاهم اتكتلوا عليه وبدأوا يردوا بأساليب تظهر وكأنها يعني مستندة لمراجع وآبائية وتفسيرات فلسفية، وكان ساعتها أبونا فرام ده كان شاب صغير مش متمرس لسه، مع أنه موهوب ورد كويس برضه، لكن كان هو لوحده ودول كانوا فطاحل وبيردوا إيه عليه. لما شافهم أبونا فيلوساوس اتكتلوا عليه راح دخل في المعمعة ودخل بكتاب سماه إيه؟ نفح العبير ردا على شرح البشير. كان اسلوبهم كده. انا فاكر في بداية اهتمامي بالموضوع دوت كنت في الدير وكان في اب ماسك المكتبة الله ينيح نفسه ابونا صليب، وتكلمنا مع بعض في الموضوع ده وبدأنا ندرس، وكان هو محب للتاريخ ومسك أمين للمكتبة، فكنت أروح أدور في المكتبة إيه الكتب اللي بتتكلم عن كده. فكان عشان أعرف الكتاب في إيه، الواحد يقرأ الكتاب كله أحيانا المحتوى اللي بره ما يبينش. فالمهم في يوم من الأيام بصيت لقيته جاي لي وجايب لي كتاب بيقول لي خد ده هينفعك. انا بدور على حاجه تخص الكريستولوجي وطبيعه المسيح، فبمسك الكتاب كده نفح العبير ردا على شرح البشير. ينفعني في ايه يا ابو نصليب؟ قال لي هينفعك في الموضوع اللي انت عايزه. قلت له انا مالي ومال بشير وعبير؟ ايه علاقه عبير وبشير بالموضوع ده؟ فقال لي بس اقرأ فيه. فالعنوان لا يوحي بالمضمون. المهم فتحته فلقيت بقى الحكاية، فبدأت اجيب بقى كتاب النذير والبينات والمراجع كلها والمراجع اللي استخدمها ابونا فيلوساوس. فالحقيقة من اقوى الكتب، صح لغته بتوع الايام دي مش مستساغة او مش كل واحد يقدر يفهمها، لكن كتاب قوي جدا ومفيد للي بيهتم بالموضوع ده. فهنا بيتكلم اللي كان بيكتب في البشير الاستاذ، هو يقولوا عليه الاستاذ يعني. فابونا في الاستاذ بيقول قال الاستاذ في النبذة الاولى بالعدد المذكور انفا ناقلا عن الاب الراهب، يقصد مين الراهب؟ ابونا فرام او فرايم. منصه قال الراهب في الصفحة كذا من كتاب البينات تنازل الابن الازلي وصور له جسما خالقا له نفسا ناطقة عاقلة ووحده معه وحدة ذاتية طبيعية جوهرية اقنومية منزعة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة والتغير. ثم أورد ملاحظاته على ذلك فقال
إن هذا التعليم يقبله البشير لأن له معنى كاثوليكي، لأن الكاثوليك يؤمنون أن الكلمة اتحدت مع جسم له نفس ناطقة اتحادا طبيعيا أقنوميا لا اختلاط فيه بين الطبيعتين ولا امتزاج ولا استحالة ولا تغير فيهما. فإن الآباء القديسين وقد جمع أقوالهم اليسوعي بتافيوس يدعون اتحاد الكلمة بالطبيعة البشرية اتحادا طبيعيا جوهريا، إلا أن هذا الاتحاد أولا لا ينفي أنه أيضا فائق الطبيعة، ثانيا لا يراد به أنه صار مباشرة، خلوا بالكم من البند ده بقى، بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، بل أنه صار مباشرة بين أقنوم الكلمة والطبيعة البشرية، ومن ثم بواسطة أقنومية الكلمة صار الاتحاد بين الطبيعة الإلهية والبشرية، أو كما قال أحد الآباء: ليس الله الكلمة بالطبيعة الإلهية اتحد بالجسد، بل الطبيعة الإلهية بأقنوم الله الكلمة اتحد بالجسد. ثالثا، أراد الآباء بالاتحاد الطبيعي أن ينفوا الاتحاد الأدبي حسب مفهوم نسطور، ويثبتوا رابعا أن الاتحاد هو حقيقي باطني يقوم منه شخص واحد، زي ما قال صاحب النبذة اللي جبناها يقصد بأن الاتحاد حقيقي لا وهمي. وكل ذلك يتضح جليا من تاريخ جدال الآباء مع النصاطرة الذين ضد بدعتهم استعملت خصوصا العبارات المذكورة، وكذلك حينما ندعو مع الآباء اتحاد الكلمة مع طبيعتنا اتحادا أقنوميا، خلي بالكم لا نريد أن أقنومين اتحدا بالمسيح، لكن نريد أن اتحاد الطبيعتين في المسيح ليس باتحاد ظاهري وأدبي كما ظن نسطور، بل هذا الاتحاد هو حقيقي وجوهري. وكذلك نريد بالاتحاد الأقنومي أن ليس بالمسيح أقنومان، بل أقنوم واحد إلهي متحد مع الطبيعة البشرية التي صارت تخص وفيه تقوم. خدتوا بالكم طريقة شرحهم للاتحاد الطبيعي والأقنومي شكله إيه؟ بيرد عليه أبونا فيلوساوس بقى، هو جاب الكلام الأول. أولا مدحه أنه قال الاتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وأسهب في الكلام أبونا فيلوساوس، مش هتكلم على النقطة دي لأن ما بنختلفش فيها. خلي بالكم عشان الأسلوب، عايز انتباه، أسلوب مش سلس، يعني في فصاحة شوي. بيقول: ثم إننا نكرر الثناء. عارفين الثناء يعني إيه؟ على أستاذ البشير من جهة مصادقتي على الاتحاد الإلهي اتحاد طبيعي جوهري. أقول ثانيا: أما عن شرح معنى الاتحاد، أولا كونه لا ينفي أيضا أنه فائق الطبيعة فنحن كذلك نصادق عليه، إذ نعني بقولنا أنه اتحاد طبيعي جوهري لا أنه خاضع لأحكام طبيعية اضطرارية، ولا أنه قابل تشويشا أو فسادا كما يحصل في اتحاد المواد ببعضها، بل بمعنى أنه اتحاد حقيقي ذاتي إرادي لا خيالي لا عرضي ولا قصري، اتحاد منزه عن كل تشويش وتغيير، وبما أن فاعله ليس هو من الخارج بل هو الإله الكلمة الأزلي نفسه المتحد بناسوته اتحادا باطنيا منزها عن الانفصال والانحلال بالجملة منذ حصوله وإلى أبد الآباد وظهر الدهور، فهو فائق على الطبيعة أيضا. ده أولا.
وكونه لا يراد به أنه صار مباشرة بين الطبيعتين، بل بين أقنوم الكلمة والطبيعة البشرية إلى آخر ما ذكره الأستاذ عن ذلك، فإني مع الأسف أرى في ذلك إبهاما عميقا وإعجاما صعبا، لأن معاشر المسيحيين المصريين وعلى ما أظن كثير من باقي الشرقيين ما اعتدنا استعمال هذه اللهجة، ولا أدري ما المراد من هذه العبارة. أترى المقصود من قوله أن الاتحاد لم يصر بين الطبيعة الإلهية والبشرية مباشرة بل بواسطة الأقنوم، بمعنى أن الطبيعة الإلهية إذا فهمت باعتبار كونها مشاعة للثلاثة أقانيم الأقداسية فهي بهذا الاعتبار لم تتحد بالطبيعة الإنسية مباشرة، لئلا يظن أن أقنومي الآب والابن أو أقنومي الآب والروح القدس تجسد مع الابن، بل باعتبار كونها كاملة في أقنوم الابن تجسدت، أو أن المقصود من اتحاد الطبيعتين بواسطة لا مباشرة تمهيد لإثبات التثنية مع حصول هذا الاتحاد، من حيث أن المتحدات مباشرة ذاتيا لابد من توحدها بخلاف المتحدات بواسطة. وبذا يتسنى القول عن مولانا الوحيد أنه طبيعتان، ارتكانا على مقولة اتحاد طبيعتي اللاهوت والناسوت بواسطة لا مباشرة. فإن كان الأستاذ ومن يرى رأيه يقصدون المعنى الأول، فهو إن يكن المجال غير مفتقر إليه إذ لا مشاح البتة في أن الأقنوم الذي تجسد فعلا هو الابن الوحيد المولود من جوهر الآب أزليا المساوي لأبيه في الجوهر والطبيعة دون أقنومي الآب والروح القدس، لكن لا بأس فيما إذا كان المقصود كذلك. وإن كان المقصود هو المعنى الثاني فالعمر إنها لنكتة غريبة، وإن صحت المقدمة تكون النتيجة عجيبة، إنما كيف تصح هذه المقدمة وأمامنا مشاكل تعترضنا وعراقيل تعاكسنا قد لا يقبلها الأستاذ نفسه؟ لأن إن قلنا أن طبيعة الكلمة لم تتحد مع البشرية المأخوذة مباشرة بل بواسطة الأقنوم، ثم اعتبرنا أن بين اتحاد الطبيعتين وبين اتحاد الكلمة والناسوت فرقا واختلافا، لزمنا من ذلك أن نعتبر وجود الغيرية فيما بين طبيعة الوحيد وبين أقنومه، وهذه الغيرية إما أن تكون ذاتية جوهرية وإما أن تكون معنوية اعتبارية. وليس في عالم المسيحيين من يرى أن أقنوم الوحيد الأزلي ذات هي غير طبيعة، غير طبيعة الكلمة أو جوهره، بل هو هو بعينه، إذ لا تفهم الطبيعة الإلهية والجوهر الإلهي في الإبن إلا الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس المتميز بخاصة البنوة. وأما أن تكون الغيرية معنوية اعتبارية لذاتية جوهرية، إذ أن ذات الإبن واحدة جوهر واحد لا يتكسر، وهذه الغيرية ما هي إلا اعتبارات معاني لذات الإبن الواحدة. مثلا إذا اعتبرنا وجود الإبن بالفعل نقول أنه ذات، وإذا اعتبرنا هذه الذات قائمة بنفسها لا بغيرها قلنا أنها جوهر، وإذا اعتبرنا هذا الجوهر أنه مفرد مخصوصي فهي فهمي لعام قلنا أنه أقنوم، وإذا اعتبرناه مالكا كل الكمالات الإلهية قلنا أن له الطبيعة الإلهية الكاملة. وباعتبارنا هذا الأقنوم متميزا بخاصة البنوة الأزلية قلنا أن الأقنوم الثاني ابن الله الأزلي. وقال اللاهوتي الفيلسوف الروماني الشهير توما الإكويني في كتاب الخلاصة اللاهوتية، هو بيجيب له من عندهم يعني التعريفات، يعني
عن حد الأقنوم منصه. الأقنوم جوهر مفرد ذو طبيعة ناطقة. وقال أن المراد بالأقنوم ما هو على غاية الكمال في الطبيعة بأسرها، أي ما هو قائم بنفسه في الطبيعة الناطقة. إن الأقنوم بحسب ما يقال فالله هو وجود الطبيعة الإلهية غير القابل للشركة فيه. وقال الفيلسوف اللاهوتي كير يوحنا أسقف إحدى مدن فرنسا في كتابه الثاني من كتبه اللاهوتية: اعلم أن تعريف القنوم هو هذا، قلت أولا جوهر فهمي يعني عاقل، ثانيا قائم بذاته، وبهذا نعني أربعة أشياء. أولها أن القنوم جوهر العرض، ثانيا أنه جوهر تام نظرا إلى مقتضى طبيعته، ثالثا أنه جوهر فردي لعمومي، رابعا أنه قائم بذاته قياما تاما. وعلى حد ذلك متى قلنا أقنوم الابن فضرورة لا نقول شيئا سوى جوهر الابن الكلمة، وكما أن الألوهية هي الله كذلك البنوة الإلهية هي الله الابن، وأن الأقنومية على ما قرر السيد يوحنا المار ذكره ليست إلا قيام الطبيعة الفهمية. فالقول إذن باتحاد الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في مولانا الفادي، أو اتحاد أقنوم الكلمة والطبيعة البشرية، سيان ولا اختلاف ولا تغاير بين القولين البتة، إذ ليس أقنوم الكلمة الأزلي شيئا سوى جوهره الإلهي، ولا أقنوميته سوى قيام طبيعته الإلهية كما قرر ملافنة الأستاذ المشهورين. ومما يؤيد ذلك ما أتحفنا به الأستاذ نفسه من النبذة الكيرلوسية، وسيأتي إرادها بالفصل التالي. قال أعني القديس كيرلوس: لأن الكلمة وإن حل فينا فإنه لم يحل فيه كما يقال إنه حل في القديسين، بل حل متحدا بحسب الطبيعة. وقال أيضا: يعلم الكتاب الموحى إلهيا أن كلمة الله الآب صار جسدا، أي أن الكلمة اتحد بالجسد بحسب الأقنوم دون اختلاط. ففي الجملة الأولى يقرر القديس كيرلس أن الكلمة الأزلي حل متحدا بحسب الطبيعة، وفي الثانية أنه اتحد بحسب الأقنوم. فالاتحاد الشريف بحسب الأقنوم الإلهي هو ولا شك الاتحاد، عين الاتحاد بحسب الطبيعة الإلهية. عشان كده احنا كنا بنقول اتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي متلازمان متزامنان، والقديس كيرلس يؤيد الاتحاد الأقنومي بالاتحاد الطبيعي، ويؤيد الاتحاد الطبيعي بالاتحاد الأقنومي. فالاتحاد الشريف بحسب الأقنوم الإلهي هو ولا شك الاتحاد، عين الاتحاد بحسب الطبيعة الإلهية. ولا أزيدن على هاتين الشهادتين ثالثة للقديس كيرلس ذاته في رده على اعتراض سأودوريتوس ضد الرأس الثاني من الاثني عشر رأسا المشهورة. قال: والآن لما نرى نصور في كل مكان يبطل ميلاد الله الكلمة بالجسد، اضطررنا لأن نقاوم أقواله ونقول إن الاتحاد هو بالأقنوم، لأن هذه اللفظة أي بحسب الأقنوم، تأمل يعني هو بيقول بحسب الأقنوم، لا تدل إلا على طبع الكلمة وحده، وأقنومه الذي هو الكلمة عين المتحد بالطبيعة البشرية بغير إحالة ولا اختلاط كما قلنا غير مرة، وهو مسيح واحد وإله وإنسان معا. فلا نقول إذن أن صورة العبد وصورة الله اتحدتا بغير جواهر. فمن كل ما تقرر يتضح صراحة إن الآباء اللاهوتيين عمد الكنيسة الجامعة الأولين كالقديس كيرلس وأمثاله لم يكن عندهم سر الاتحاد الشريف مقسما إلى قسمين، أي مباشرة في القنوم وبواسطة في الطبيعة، ولا اختلاف عندهم البتة بين القول باتحاد الطبيعتين وبين القول باتحاد أقنوم الكلمة بطبيعتنا، بل بمقتضى الشرح الكيرلسي المجمع على صدقه ليس اتحاد أقنوم الكلمة إلا نفس اتحاد طبيعة الابن ذاتها، إذ لم يكن أقنوم الإلهي شيئا سوى جوهره الأزلي وطبعته الإلهية
كما شرح لاهوتي الأستاذ وكفى بما تقرر بيانا. ونكتفي بهذا القدر أيضا ليك الحقيقة. طبعا أنا اختزلت الشرح اللي جايبه، لكن الكتاب ده جايب شرح كبير وقوي وجميل، وإن شاء الله المرحلة الثالثة واللي هي ممكن هنختزل المراحل التطور الشرح الخلقدوني أو الفكر الخلقدوني اللي مر بمراحل ناخدها المرة الجاية، ويكون عن نظرية التأقنم، ويكون عن نظرية الإيه؟ التأقنم. إن أحيانا الرب وعشنا المرة الجاية. إذا كان في أسئلة